عائلات بجنوب ولاية صطيف تتخلى عن التكنولوجيا وتعود إلى العرس التقليدي الذي لا يحلو إلا بحضور الفرسان والخيل المسومة والسيف والبارود وخيمة الأشعار. ما زلنا في هذه الفيافي وهو جنوب صطيف دائر الصالح باي، نحافظ على هذا التراث الذي تركه الأباء والأجداد، نحافظ عليه لأن هذا التراث أغلى الثمن في الجزائر، وهي الفروسية وهي الخيل الذي أقسم بها المولى تبارك وتعالى وقال والعاديات ضبحا. الأصالة لا تكتمل إلا بأغاني الصراوي ومدح النبي والصدح بأطايب الكلم. كي نديروا العرس نغنيوا الصراوي، من نهار اللي نبداو ونحطوا ونفتلوا في الطعام احنا نغنيوا في الصراوي، نغنيوا في الصراوي، نغنيوا صليوا على رسول الله، نغنيوا ربح الربح، نغنيوا نتاع الزهره مبروم الناب، نغنيوا نتاع بنت الغاني، نغنيوا لو كل نغنيوا الغناء وكل هذا هو اللي نغنيوا هنا، ما كانش بكر يعني البوسط ولا غير فهمنا. هي نشوة وفخر لعائلات نجحت في كسر المألوف بالسيوف والغوص في أعماق الموروث. هذا أسعد نهار في حياتي ولي شرف كبير كي جاو الفرسان، وعرسي ما جاش عادي، جا يعني عن طريقة تقليدية. ونشكر كل الجمهور وكل فرسان وكل اللي فرح معايا، والعقوبة اللي مازالوا إن شاء الله. حبينا نديروا على الطريقة التقليدية بالفرسان والخيل، هذه إن شاء الله هذه حاجة مباركة. الرسول عليه الصلاة والسلام راه يقول النافق على الخيل كالباسط يده للصدقة وله من كل شعيرة حسنة. بعيدا عن ضوضاء المركبات والأغاني الساخبة، هكذا هي الأعراس الأصيلة لمن أراد أن يمتع ناظريه بذبح العاديات وقدح الموريات.